أهلا وسهلا فيكم. اليوم كلنا نعرف إنه المحاسبة هي أساس بكل ديمقراطية. من هالمنطلق هيدا إذا جينا بدنا نحاسب الحكومة الموجودة حاليا من حوالي سنة، إذا جينا بدنا نقارن وضع اللبنانيين بالمرحلة الحالية بوضع اللبنانيين قبل ما تتشكل هيدي الحكومة، من كل النواحي منلاقي انه اللبنانيين وضعهم كان افضل بالمرحلة السابقة. لانه اذا بدنا نعمل جردة علمية وعملية منلاقي انه البطالة اليوم صارت بشكل عالي جدا. في ركود اقتصادي رهيب بالبلد. كل القطاعات عم تعاني منه. اما بالنسبة للفساد فحدث ولا حرج. يعني الفساد اليوم صار بقضايا حياتية حساسة مثل الأكل، مثل الدواء. البنزين غلي، الكهرباء مشاكلها عم تتفاقم، ما في حل على المدى المنظور. وطبعا آخر شيء إذا بدنا نحكي عن السيادة اللبنانية، اليوم صار شيء طبيعي جدا انتهاك السيادة، وكأنه أصلا ما في شيء اسمه دولة لبنانية. كل هالمشاكل الاقتصادية اللي عم بيعاني منها لبنان من ركود وبطالة، سبب الأساسي إنه ما في حدا عم بيسترجي يستثمر عنا بلبنان، ما في حدا عم بيسترجي يفتح مؤسسة، يفتح مصلحة معينة، لأنه مجرد ما ينظر لها الحكومة عم بيعتبرها إنه هيدي حكومة تابعة لحزب الله بامتياز. من هالمنطلق هيدا أنا بدي أعلق على الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله. وبصراحة يعني أنا تفاجأت بهذا الخطاب، بتصور أنه العديد من اللبنانيين كمان تفاجأوا معي، لأنه سمعوا شي جديد. سمعنا السيد حسن عم بيحكي عن الوضع المعيشي بدل ما يحكي عن الأسطوانة المعهودة اللي حفظناها على الغايب تقريبا، واللي فحواها أنه العالم كله متآمر على العرب، متآمر على المسلمين، ومتآمر على الشيعة تحديدا. اليوم الشيء مستغرب كمان أكثر بخطابه للسيد حسن لما عم بيحكي عن الوضع المعيشي، هو أنه عم بيقارن الوضع المعيشي عنا بلبنان بدول مثل مصر والسودان. شو هالآخرة العظيمة اللي وصلنا لها؟ نحن بلبنان دائما كنا متعودين انه نقارن حالنا بالدول الحضارية، بالدول المتقدمة، بالدول اللي عندها اقتصادات قوية مثل فرنسا، مثل ألمانيا. وصل فينا الوضع انه هلا نحن اليوم عم نقارن حالنا بالسودان. بس هذا من ناحية تانية منه شيء كتير مستغرب، لانه واضح من كلامه للسيد حسن انه حتى بالمجال الاقتصادي النموذج تبعه هو النموذج الإيراني. هيدي الدولة الفقيرة المعترة اللي صار مدخول المواطن الإيراني فيها ما بيتعدى 200 دولار بالشهر. على كل حال، إذا فعلا السيد حسن بيهمه الوضع المعيشي للبنانيين، للشريحة الأكبر من اللبنانيين اللي هن ما بياخدوا معاشات منهم، لازم يعرف شغلة واحدة، انه مجرد ما حزبه يحل عن ظهر لبنان ويفك هيمنته عن لبنان، تلقائيا هذا الشيء بده ينعش الاقتصاد اللبناني والمشاكل المعيشية الحياتية اللي عم بيعاني منها الشعب اللبناني شوي شوي بتزول. من ناحية تانية، اذا جينا بدنا نحكي عن سلسلة الرتب والرواتب، كلنا بنعرف انه هذا موضوع محق، انما من ناحية تانية كلنا بنعرف ايضا انه الوضع الاقتصادي اليوم بلبنان ما بيسمح اطلاقا للخزينة اللبنانية تدفع هالاعباء الجديدة والكبيرة. هذا شيء ممكن يوصل لافلاس لبنان تماما مثل ما هلا عم نشوف مع اليونان، وهذا بده ينعكس سلبيا على كل مواطن لبناني
من هالمنطلق هيدا إذا السيد حسن وشركائه حقيقة جديين هن بموضوع الرتب والرواتب، اقتراحي إنه حزب الله يسلم سلاحاته للجيش اللبناني فورا، لأنه هذا بحد ذاته بده يعمل صدمة إيجابية كتير كبيرة بالبلد. هذا بحد ذاته بده يعيد الثقة بلبنان، بده يعيد الاستثمار بلبنان، وبالتالي بدنا نشوف إنه العجلة الاقتصادية رجعت تتقلع مثل ما لازم وبنمو كتير كبير، وهذا النمو الكتير كبير بالتالي بده يفوت مداخيل إضافية للخزينة اللبنانية اللي بيخولها إنه هي تقدر تدفع فاتورة سلسلة الرتب والرواتب. أخيراً بطلب مرة جديدة من أهلنا بلبنان إنه يتعلموا يحاسبوا الحكومة، يحاسبوا الطبقة السياسية من خلال الأعمال مش الأقوال. وإن شاء الله سنة جديدة نحن كلبنانيين حقيقة نبلش نحاسب هالطبقة السياسية تحديدا بالانتخابات اللي جاية. كل عام وانتم بخير.